مرحبا، انا اسمي ياسر صلاح مدي، عضو بالفرقه السيمفونيه الوطنيه العراقيه. احنا جينا هنا نشارك بمهرجان مال موصل، يعني نرجع التراث الموصلي ونعيد نعيد الحياه بالموصل اكيد، وان شاء الله يعني نسعد اهالي الموصل كلها، ومو بس هالمره، يعني نقدم هواي مهرجانات، وراح نقدم هذا الكونسرت يعني اهداء لارواح الشهداء وارواح الجيش اللي قاتل في سبيل تحرير الموصل. هذه المهرجانات هي جزء من عملية إعادة الحياة، صنع الأمل، يمكن يعني واحدة من أهم مشكلات انتشار التطرف، الإرهاب، العنف، هو هذه النشاطات التي كانت مغيبة من 2003 حد النهاية البائسة وسقوط المدينة تحت سيطرة تنظيم داعش. شيء جدا مهم انه تحضر السيمفونية العراقية هنا بالموصل لاول مرة بتاريخها. من الجميل جدا انه كل هذا الجمهور يحضر حتى يستمع للموسيقى بس، هذا الشيء جدا مهم، تأثيره ايجابي اكيد على الجميع، وهذا معناها انه الموصل ده تتعافى، وانه هذا الشيء متاح انه تحضر السيمفونيات، تحضر يحضر الممثلين، يحضرون المسرحيين، انه الموصل بدأت تستعيد عافيتها، بدأت من جديد تستعيد نشاطها. العمل هو مشترك بين الاوركسترا اللي جاي من بغداد وبين الموسيقيين الموصل، فنحن جدا سعداء بهكذا عمل اول مره يصير بمدينه الموصل، نشوف اوركسترا تعزف. يجوز صايره قبل بوقت انا ما واعي به، بس على الوقت اللي انا وعد بيه هاي اول مره انا احضر اشكل حفل، وانا راح اكون جزء ان شاء الله من الحفل. خالد الراوي، عازف العود.